فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كان يقود سيارته في أحد الشوارع في الليل، وفجأة خرج عامل في الشارع فصدمه وتوفي العامل، وقد قرر المرور أن الخطأ على العامل. سؤاله: هل تجب الدية والكفارة على هذا السائق مع العلم أنه لم يحصل منه تفريط؟ الحوادث تذهب إلى المحاكم الشرعية، لا سيما وهذا عامل أجنبي، لازم سفارته، لازم من إجراءات، فما تقضي به المحكمة يمشي عليه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.